واحد واحد ما تكون طالع لا واحد لا ما شو عاد تفضل تفضل بيان المجلس الأعلى للدفاع بدعوة من السيد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا في حضور السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وقد اتخذ المجلس قرارا بإصدار إنهاء بتمديد إعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/10/2021 ولغاية 31/12/2021 والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقا. شكرا. ما هو ما عارف الوضع الأمني بس إذا مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك نحن معكم من القصر الجمهوري حيث انتهى منذ بعض الوقت المجلس الأعلى للدفاع والذي كان مخصصا لمسألة كورونا وهو أمر يعني شوي هيك مستغرب خصوصا أنه يعني الأمور التي تجري بما يتعلق بكورونا باتت معروفة وبات يعني البلد ليس بالحجر الصحي ولكن هناك تمديد 3 أشهر للتعبئة العامة وللمقررات التي كانت موجودة سابقا الأمور المتعلقة بالمطار بالسفر ببعض الأماكن الرسمية. أما فيما يتعلق بمجلس الوزراء هو بدأ منذ بعض الوقت هذا المجلس بعقد جلسة برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء وهناك 11 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء. من أبرز هذه البنود تحويل قضية تفجير التليل في عكار إلى المجلس العدلي وأيضا تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وفي هذا الإطار هناك بعض الخلافات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بالنسبة للوفد الذي سوف يفاوض. هذا الأمر كنا قد سألنا بالأمس الرئيس نجيب ميقاتي عنه فقال بأنه هو رئيس مجلس الوزراء وبالتالي مين ما كان مترأس هذا الوفد لن تمر أي أمور متعلقة بهذه المسألة إلا وستعود إليه في النهاية. أيضا اللافت بهذه البنود الموافقات الاستثنائية مثلا المتعلقة ب يعني أمور ومشاريع مراسيم متعلقة بتثبيت بعض الوزراء في وظائفهم اللي هي كانوا فيها قبل ما يجوا وزراء. على سبيل المثال هناك بعض القضاة أصبحوا وزراء مثل وزير الداخلية بسام مولوي كان قاضيا وسيبقى قاضيا وهذا الأمر بحاجة إلى مرسوم في مجلس الوزراء. هناك عدد من الوزراء أيضا سيبقى بممارسة مهامهم. أما السؤال أي راتب بيقبضوا في حال ظلوا الوزراء بمهامهم؟ هل بيقبضوا راتب الوزير أم راتب الوظيفة اللي كانوا فيها أو الراتبين معا؟ بحسب المعطيات فإنه عليهم أن يختاروا أحد الراتبين إما مثلا إذا قاضي بيختار راتب قاضي أو راتب وزير والمعروف أنه على ما يبدو أنه راتب القاضي أكثر من راتب الوزير صار لأنه تعب طبعاً مع فرق الدولار اللي صارت بالبلد الوزير بيقبض 8 ملايين ليرة في حين أنه القضاة بيقبضوا أكثر من هيدا المبلغ أو بعض القضاة على أقل تقدير. فيما يتعلق أيضاً ب يعني المراسيم مثلا طلب وزارة الزراعة تجديد تفويض صلاحية تمثيل الوزارة في المحافل الدولية والمحلية مشروع مرسوم إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب. يعني اللافت بأنه القرارات التي سوف تتخذ في هذه الجلسة لا تمس الناس بشكل مباشر إذ أنه أيضا هناك موروثات من الحكومة السابقة حكومة تصريف الأعمال فيما يتعلق بتوقيع بعض المراسيم التي كانت تتخذ بين الرئيسين عون وحسان دياب وبالتالي لا تعود إلى مجلس الوزراء فإن مجلس الوزراء اليوم سيبت بهذه المراسيم حتى تصبح بشكل شرعي 100%. أيضا لابد من الإشارة إلى أن لبنان يتحضر لاستقبال رئيس الوزراء الأردني الذي من المقرر أن يصل مساء اليوم إلى بيروت على أنه غدا يبدو
يبدأ بجولته الرسمية. بطبيعة الحال سيكون هناك استقبال صباح الغد بالسراي الحكومي من قبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وهناك جلسة محادثات، وأيضا هناك وفد يرافق الرئيس الأردني أو رئيس الوزراء الأردني. هذا الوفد يتعلق ب يعني الطاقة وبالصناعة وما إلى هنالك. وكما تعلمون فعلاً خصوصا مع استجار الطاقة من هناك عن طريق سوريا وأيضا من قبل مصر بالنسبة للغاز، أتحدث عن هذه المسألة أيضا. بعد ذلك سيكون هناك لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأردني، ومن ثم سيكون هناك لقاء بين رئيس الوزراء الأردني ورئيس مجلس النواب نبيه دري. إذن جلسة مجلس الوزراء بدأت، هناك أمور عديدة سوف تبحث، وأكيد سيكون هناك مواقف لرئيس الجمهورية وأخرى لرئيس مجلس الوزراء. سنتابع مسار هذه الجلسة وسنحاول معرفة كواليسها. على كل إن تابعوا معنا دائما كل شيء جديد. كان معكم ربيع شنطة فرد بكامل من القصر الجمهوري. إلى اللقاء.